تبني أساليب جديدة لإدارة الموارد الطبيعية والمواد الخام الأولية، خاصة فيما يتعلق بالنفايات ومعالجتها وإعادة استخدامها وصياغتها، هو ما دعا إليه وزير الصناعة المستثمرين ومختلف الفاعلين. خفض النفايات الصناعية إلى الربع في عام 2025 مقارنة بهذه السنة دون الإخلال بمساويات الإنتاج بل بتحسينها. لذلك يجب أن يكون الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في بلادنا جزء من الطموح الصناعي. لذلك فإن قطاع الصناعة مطالب بشكل مباشر بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر الخطوط الأمامية للاقتصاد الدائري. التوجه للاقتصاد التدويري أضحى حتمية وليس خيار من خلال وضع آلية فعالة للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة. إذا كان مثلا اليوم استثمرنا دينار واحد في الاقتصاد الأزرق 2025، وهذه يعني دراسات علمية، 2025-2026 سيعود بالفائدة بما يقدر 4 إلى 5 دينارات. وإذا لم ننفق اليوم دينار واحد في الاقتصاد الأزرق على المستوى الصناعي ستكلفنا سلبيا ما يقارب 3 إلى 4 دينار. يعني هنا يعني لم يبقى مجال للتفكير، مجال للحركة والنشاط. لي ان اورغانيزم دو جيستيون تاع لي زون اندستريال قال هما ينجموا يتصلوا مع كاع المنتجين هادو فان انفيستيسمون وكل واحد يشارك pour créer une station de traitement de rejet d'eau financée par les producteurs. Mais il faudrait qu'il y ait des initiateurs ou les amis tabkhoum, c'est-à-dire هذا وخلص اللقاء بتأسيس فرقة عمل تسند لها مهمة تحديد التدابير العملية الفعالة للاقتصاد التدويري في المجال الصناعي.